what is going on with my head. Red, check, hard in debt. All you do is come around your scheme you to collect. Bismillah, mashallah, bismillah. وش ذا ما شاء الله؟ وش ذا ما شاء الله؟ عيال يا عيال مالديف يا عيال مالديف. لا لا هذا مو مالديف. وش ذا الكلام؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله يا عيال ما توقعت سكن. ها؟ دفوع التكليجات اللي دفعتها في السكن ورثت. والله ما شاء الله تبارك الله يا السكن. انا اخر يوم بنتحر هنا خلاص. هذا اللي اقول لك سكن توفقنا فيه. كيف السكن شباب؟ الشقة هذه فيها نت سرعة الارض. يب شوفوا الابلوت حتى 50 تقريبا 45 61 سرعة توصل 300 والابلود يوصل 100 فشي شي شي رهيب شي رهيب. الحين اعرفكم على غرفتي مع الاطلاله الرهيبه هذه. حبيبي ما احتاج تروح المالديف. لا امزح يعني شوي بس. ما عليكم من اللون يعني يا شباب. هنا عالم زمرده كوكب. لا مو بالفتيات. شوفوا كيف يا الهي. والله يا عيال الى الحين ما توقعت سكن زي كذا. توقعت يعني مثل العاده ان اصور وما اصور واخر شيء يصدمك بالحقيقة، بس هذا طلع أفضل من الحقيقة، أفضل من الصور. طيب كتبت في الانستغرام اسألوني أسئلة وراح أجاوب عليها في الفلوق، فما أدري هذا فلوق أصلا ولا لا. بس طيب في سؤال يقول ليش ما تصور فلوقات لما تسافر؟ أنا أصور فلوقات أوكي. قد صورت على آخر مرة جيت دبي تصوير يعني حسيت إنه ما يصير فلوق، دخلته في المونتاج زي كذا قلت وين فلوق بالموضوع. في مرات إني أروح مطاعم وذا وأصور أحس إنه ما تصلح يعني فلوق، ليش أنزلها؟ بحاول اني اصور اي شيء كذا. وفي سؤال من نفس الشخص يقول كم تاخذ في مقاطع كمجمل من تصوير ومونتاج ورفع؟ في مقاطع روكت ليج مثلا بضليها مقعد ساعتين ونص اصور، ساعة ونص ساعتين مونتاج اخذ اقصقص وكذا، ياخذ مدة المقطع نفسه عشان اشوف المقطع كامل واقصقص منه وزي كذا، وبعدها افكر وش اللي حطه في بداية المقطع وش اللي حطه لا وش افضل لقطة بينهم. كمجمل تصوير ساعتين، مونتاج خلينا نقول ساعتين ونص ثلاث ساعات اذا كان المقطع يعني طويل. المقطع ياخذ نص ساعة 40 دقيقة رفع، واذا اخر الليل مثلا الساعة واحدة كذا الساعة اثنتين ياخذ 20 دقيقة تقريبا. المهم رجعنا لكم باليوم الثاني. الحين بكمل الأسئلة، كل أسئلة راح تكون بيوم ثاني أو مكان ثاني. بحاول إني أصور في مكان ثاني مع إني إذا مسكت الكاميرا في أماكن عامة كذا أرتجف ما أعرف أبدا. المهم السؤال من نفس الشخص اللي سألنا أمس، أكثر شخص كان له فضل بعد الله في تكملتك في اليوتيوب وزيادة مشتركينك. أنا كان عندي قناة كنت أنزل فيها لقطات كود بس، حتى يعني بدون قطع بدون شيء من نفس كود مسوين ثيتر أو شيء زي كذا. كنت أنزل لقطات فقط لا غير، ما كان عندي مشتركين ولا شيء. بعدها كان عندي مدرس بالثانوي الله يذكره بالخير، كنت أمنتج له مقاطع، كان هو يسجل صوته يرسل لي وانا أمنتج وأحط القيام اللي أنا ألعب فيها، أجيب نيوك أجيب زي كذا. كنت 8 كانت متعة وقتها. وصلت قناته 2000 مشترك اللي يذكره. بعدها هو قال بوقف، قال لي افتح قناة. قلت والله اني ما احب اطلع صوتي ما ادري شو. طبعا انا للحين اكره صوتي اوكي، جدا اكره صوتي، لكن الحمد لله بديت. وفي بداية قناتي تعرفت على ريان اللي هو سمس. كيف تعرفت عليه؟ طبعا هذا السؤال جزات الثلاث أجوبة يعني أو ثلاث أسئلة. ريان تعرفت عليه في كود 8 اللي هو مودرن وارفر 2 ما أذكره الحين. كان عنده مشكلة في نت اللي يلعبون كود وزي كذا اللي هي مودرت، النت حقه مودرت يبغى يكون أوبن، ما في لاج ما في شيء زي كذا. اللي يلعبون كود أول يعرفون هذا السالفة. بنفس الجيم اللي قابلت فيه ريان كان فيه أوبلز أوكي. أوبلز كنت أتابعه من زمان أيام كان عنده 3000 مشترك زي كذا، كان نزل ماينكرافت سينجل بلاير. صالح ما تعرفت عليه في وقتها بس إني كنت أعرفه وقابلته بنفس الجيم. سبحان الله ريان وهو ما أدري هم داخلين مع بعض بارتي ولا لا. عموما قلت ريان عندي حل المشكلة، تعال ضفني ما أدري شو أكلم سكاي ما أدري إيش. فجأة أخويا سبحان الله فجأة أخويا وريان ما قصر معي ولا الحين ما يقصر معي يعني الله يعطيه العافية. وصلت عدد مشتركين اللي هو 442 ألف وقت ما أسجل هذا الفيديو. ريان دفني دفة في البداية
كان عندي اتوقع 8000 مشترك شيزي كذا، وانا كان عندي 300. دفني دف 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 لين ما وصل هو ما شاء الله الحين 3 مليون وانا 400000. انا مشكلتي اني اول شيء الاسلوب عندي بارد، اوكي، اللي قاعد احاول اغيره مع اليوتيوب. اول كنت ابرد شيء، حاليا اتحمس لا شعوريا لاني اصور مقاطع، يعني زي اللي تغير طبعي، تغير برودي. اول برودي تام كذا مهما يصير شيء كذا تلقى منفس. هذا سؤال يقول هل عجبك سيزن جديد فورتنايت؟ لا، اوكي، لا. ليش؟ الاضافات ما عجبتني، بس فورتنايت عجبتني كلعب، بس اضافات لا. الاضافات حاليه لا، اللي هو السيف والستار وورز دوري وشال اللانش باد هذا سؤال يقول هل تفكر انك تنزل تحديات غير الالعاب الالكترونيه، يعني يكون فيها حركه ولا شيء، اللي هو تحدي مثلا كوره، تحدي ذا؟ قد صورنا انا وريان وريفريكس واكس مان جيمر مره، رحنا استجرنا استراحه عشان نصور مقطع، اوكي، المقطع كله صوت هواء، كله صوت هواء، يعني ما في اي محتوى، مع انه كان ضحك وكذا. ومقاطع عندنا اتوقع للحين اتوقع ان عند ريفريكس اتوقع. انا بشوف هل عجبكم سالفه الفلوق هذا، انا ما ادري هل بيعجبكم ولا لا. ترى دائما اصور وقد نزلت مقطعين كلها بالجوال، تصوير ومونتاج بس بالجوال، لكن حاليا بالكاميرا باذن الله اني استمر على الفلوقات. لو عجبكم هذا الفلوق، انا ما ادري بيعجبكم ولا لا، اصلا ما ادري شنو المحتوى اللي بنزله في ذا الفلوق. شيكا، وصلنا الى لامير. المكان هذا جميل 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 جدا. المكان يعتبر جديد، يعني مو زي الجي بي ار، جي بي ار مره قديم. هذا المكان كل ما لو يطورونه اكثر واكثر واكثر، كل سنه اجي يصير مختلف عن السنوات اللي قبل. يا خسكت قهرني قهرك قهرني ذا البزر. عمل بصور بعدين خسكت انت بعد يا خطك ذا، خليه يسكت. شاكر يا اوكي مكان، يا اوكي ما شاء الله الكريم، ما شاء الله الكريم. أجواء في دبي اليومين دي برد ومطر، أقسم بالله العظيم برد، ما توقعته كذا. شوفوا كيف، يا إلهي ولا مو بيا إلهي؟ إلا يا إلهي، يا إلهي. إيش الغمضة؟ غمضة غمزة، خلاص خربت. وهذه شقتنا، تعالوا معي متابعين، راح نوريكم الشقة. توماس كلبي، هلو كلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحاكم جوابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم جواب جوكم مقطع جديد. شكرا. ونلعب ذي، والله ما ألعب. كيف؟ يا والله يا والله كذا. السلام عليكم متابعين، اليوم انا ضحيت بنفسي عشان اصور لكم اللقطات، معليش يعني وسوجي منكم معليش. سيارات، سباق سيارات. طبعا انا ادري انهم كلهم غشمان، انا اعلمكم يا متابعين اني تراني مضحي بنفسي وما العب عشان اترككم مع اللعبه. هناك شباب تركبون الحين. الله سلمان هرب. هذا سلمان طبعا غشيم.
سلماني هروب. هذا سلمان. أوب 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 يو 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 هات 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 مجنون. يو يا مجنون. من اللي فاز؟ من اللي فاز بالله؟ فاز حمد ثم أنا. الفايز حمد، بعدين ثاني ابو فهد المجنون، بعدين عبد الله. طبعا ابو فهد عبد الله لعبوا مره ثانيه وشيك لي على وجه ابو فهد. يا تميلح يا تميلح يا ابو فهد. والله قلبي ما ادري شلون بتحمل انه يترك ذا المنظر. يا الله الجنه يا ربي. فبس كذا كانت الفلوق. ان شاء الله الفلوق عجبك، لا تنسى زر اللايك، واللي ما اشترك في القناه يشترك، واكتبوا لي تحت يعني هدون فلوقات اذا جيت اسافر ولا اروح معارض ولا شيء. وبس اشوفكم على خير. سلام.